النهاردة في ذكرى لا يجب أنها تمر كده علينا من غير ما نحتفي بها ونتذكرها ونتذكر رموزها وأبطالها. النهاردة 7 يوليو 2021، زي النهاردة بالتمام والكمال من 4 سنوات في 7 يوليو 2017 كانت في ملحمة كبيرة. طبعا احنا خسرنا في هذه الملحمة يعني باقة من أبطالنا وجنودنا، لكن كسبنا فيها الشرف والعزة والكرامة. أنا أحدثكم عن ملحمة كمين البرث اللي بتحل ذكراه 4 اليوم. والحقيقة كمين البرث وملحمته تحول من مجرد حادث إرهابي استشهد فيه مجموعة من أبطالنا من أبطال الكتيبة 103 صاعقة إلى أنه أصبح رمز للصمود والتحدي والإرادة والبطولة والاستشهاد والتضحية بالنفس وبكل ما هو غالي في سبيل هذا الوطن اللي مفيش أغلى منه. ويمكن كمان من الأقدار أن مسلسل الاختيار 1 اللي أذيع في رمضان مش الماضي قبل الماضي استطاع وببراعة فنية ممتازة أنه يخلد هذه الملحمة في الجيل الحالي والأجيال القادمة وحتى تقوم الساعة. مين فينا دلوقتي من المصريين سواء الكبار أو الأجيال الصغيرة ما يعرفش أحمد صابر منسي، هذه الأسطورة الحية، الشهيد قائد الكتيبة 103 اللي كان بيحارب الإرهاب وبيذل الإرهاب ويقاوم الإرهاب ويوجه طعنات للإرهاب حيا وشهيدا. ولا ننسى أيضا كل الأبطال اللي معاه ملحمة البرث، مش بس المنسي، كل الأبطال اللي موجودين في هذه الصورة وفي لوحة الشرف اللي أنا عرضتها لحضراتكم من شوية. وسبحان الله من الأقدار إنه الأسطورة الحية البطل اسمه المنسي، عشان نفتكر طول الوقت إن إحنا يجب ألا ننسى هؤلاء الأبطال. تحية لأبطال ستبقى ذكرهم مثل الأرض المقدسة التي حموها. كان هذا لسان حال الشعب المصري مع مرور الذكرى 4 لملحمة البرث، تلك المعركة التي روت دماء الشهداء فيها أرض سيناء المقدسة، فأنبتت عزاً وفخراً بعد معركة شرسة وصولات وجولات مع ذئاب الإرهاب الأسود من العناصر التكفيرية. ففور هجوم التكفيريين وتفجير مقر الكمين تعاملت قواتنا الباسلة معهم بكل شراسة، وأسفر ذلك عن استشهاد البطل المقاتل العقيد أحمد صابر محمد علي المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، واستشهاد وإصابة 26 فردا من أفراد القوات المسلحة وعدد من أفراد الكتيبة المسؤولة عن تأمين الكمين، في مقابل قتل أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات تابعة للعناصر الإرهابية. فملحمة البرث سطرت في قلب مصر النابض بقصص التضحية والفداء، وكتب فيها أبناء النيل بدمائهم الزكية أسمى معاني التضحيات في الدفاع عن شرف الوطن ورفعته. فكان رجالة منسي على قلب رجل واحد، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليها، كالبنيان المرصوص لم يعرف الخوف إليهم سبيلا حتى الرمق الأخير، فلقوا ربهم مقبلين غير مدبرين، فخلدت أسماؤهم في سجل العزة والشرف إلى يوم يبعثون. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل. إسراء سعد، آخر النهار. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسية. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل.